معلومة من المصادر الصحيحة، المصادر السليمة. عامة لا، بنوضح ان دور الاعلام او الصحافة ما بتأيدش لا طرف ولا بتكون معه ولا ضد، احنا واجبنا لازم نعرض الرأي والرأي الاخر. اتفضل. دلوقتي اللي حصل على بعض الصفحات والشخصيات اللي من خلال صفحاتها طلعت قالت بعض التصريحات، وبعد كل واحد بدأ يجتهد ان هو يجيب دلائل ويقول. فريد الديب سأقوم بكتابة مذكرة للطعن لقاتل نيير أشرف ومش هاخد فلوس. قضية نيير أشرف، محكمة مصرية تطالب ببث إعدام القاتل على الهواء. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. موضوع الإجابة المحددة، قال لي الآتي: لم أعتذر ولن أتقاضى أي أتعاب. فريد الديب سأقوم بكتابة مذكرة للطعن لقاتل نيير أشرف ومش هاخد فلوس. قال الإعلامي أحمد موسى أنه تحدث مع المحامي فريد الديب عن حقيقة دفاع عن المتهم محمد عادل المتهم بقتل طالب نيير أشرف قيرنا. سألته سؤالا محددا: هل اعتذرت عن القضية وهل قدمت مذكرات دفاعا عن المحكوم عليه محمد عادل ولا شيعات؟ الإجابة كانت واضحة من فريد الديب. الإجابة قال الآتي: لم أعتذر ولن أتقاضى أي أتعاب. الكلام ده مهم جدا، يبقى فريد الديب ما اعتذرش ومستمر، لكن مش هياخد فلوس، مش هيتقاضى أتعاب علشان الناس بتتكلم وفريد الديب لن يتقاضى أي أتعاب من المتهمة. وخلال برنامج مسؤولياتي المذاع على قناة صدى البلد، أكد موسى أن فريد الديب قال: أسرة المتهم جات لي واتكلموا معايا، والمحامي بتاعهم قال لي وجاب لي ملف القضية بالكامل والحيثيات قرأتها، واللي أنا هعمله علشان نخلص القصة سأقوم بكتابة مذكرة للطعن على الحكم الذي أصدرته جنايات المنصورة أمام محكمة النقد. ووصل موسى: اتكلمت مع الأستاذ فريد الديب، واحد من أهم المحامين في مصر، سيقوم بالطعن على الحكم ويدعم مذكرة أمام محكمة النقد، ويكون ده دور على كتابة مذكرة الطعن على الحكم. قضية نيير أشرف، محكمة مصرية تطالب ببث إعدام القاتل على الهواء. طلبت محكمة مصرية بتعديل تشريعي للسماح بالبث المباشر لإجراءات تنفيذ إعدام شاب أدين بقتل زميلته الطالبة الجامعية، وذلك لردع جرائم القتل المتكررة. المادة رقم 474، تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصة في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. بعد أن هزت قضية مقتل طالبة الجامعة المنصورة نيير أشرف بيد زميلها محمد عادل أمام حرم الجامعة، الرأي العام المصري لأسابيع أصدرت المحكمة حكما بإعدام القاتل، وطلبت المحكمة من مشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ. وطلبت المحكمة استدعى السؤال: هل يجوز في مصر بث عملية إعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء؟ وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء القانون، تنص المادة رقم 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن، ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التلفزيون. وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم حضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام بحسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضا محامي المتهم ممثلا عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه. حيثيات إعدام قاتل نيير أدعاه بقتلها دفاعا مغير للحقيقة. المتهم محمد عادل في قتل طالبة المنصورة نيير أشرف، خلال استجوابه في جلسة المحاكمة عن ادعائه بقتلها دفاعا عن النفس، فقالت المحكمة: أما ما ادعاه المتهم بجلسة المحاكمة ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة من أن إحرازه السكين كان دفاع النفس فيما لو دفعت المجنة عليه أحدا للاعتداء عليه،
فإن هذا القول يغير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، لأن المتهم اشترى السكين كأداة للقتل لإجادة استعماله بصفته يعمل طباخاً ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان. وقد اطمأنت المحكمة للنحو مار البيان إلى مطابقة ذلك للحقيقة والواقع. وعليه فإن مقولة المتهم مارة البيان لا تؤثر في عقيدة المحكمة لمخالفتها كل الممكنات العقلية التي تؤكد حمله السكين المستخدم في الحادث بنية استخدامه في قتل المجنى عليها وليس للدفاع عن نفسه كما حاول أن يصور للمحكمة. يضاف إلى ذلك ما اعترف به المتهم نفسه في التحقيقات نصا: أنا من رمضان اللي فات قررت أن أخلص عليها وانتقم لنفسي، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني وأنا فكرت أن أخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها وأنا فدأت لها بسكينة ونشرت السكين بعد أول امتحان بأسبوع في 1 يونيو 2022. عمرو أديب يهاجم فريد الديب بسبب ترافعه عن قاتل نيير أشرف وأنت محتاج فلوس. استعجب الإعلامي عمرو أديب من إقدام المحامي فريد الديب على الترافع عن محمد عادل قاتل نيير أشرف طالبة جامعة المنصورة. تحيا مصر يرصد هجوم عمرو أديب على فريد الديب. وقال أديب خلال برنامج الحكاية عبر فضائية NBC مصر: فريد الديب من الأسماء المهمة هو أحد أهم 5 محامين في مصر. أنا مش فاهم سبب هذا الحماس اللي ساعات بنشوفه مؤكدا وساعات يتم نفيه، سواء كان عاوز أو مش عاوز. عاوز أسأله ليه عاوز تدي التقل لهذا المتهم؟ إيه هي الظروف اللي مخليك متعاطف مع المتهم؟ وتابع: أنا الآن في حق المتهم في وجودي محامي وعشرة وعشرين معه، لكن هل أنت لسه بتدور على مجدة؟ أنت ليك مجدك ولك ما لك وعليك ما عليك. فريد الديب تدخل في قضايا خلافية كثيرة منها أنه دافع عن جاسوس إسرائيلي، وأضاف: أنت لا يا أستاذ فريد لا هي مجد ولا هي قيمة مادية، أنت لا تحتاج إلى قيمة مادية، الخطوة دي سببت أزل أحاسيسي ونشدك ما تاخدش القضية دي. نيرة أشرف وسر علاقتها بالوسط الفني وبنية الصقة ومحمد رمضان. أثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة حول نيير أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، والتي كان لها ميولا فنية وترغب في الدخول عالم الفن، وهو الأمر الذي كشفه مخرج مغمور على صفحته على فيسبوك. ونشر مخرج مغمور يدعى مؤمن نور عبر صفحته منشورا أكد فيه أنه كان مخرجا لفيلم ستقوم ببطولته الفنانة المصرية عايدة رياض والطالبة القتيلة، والتي كانت ستقوم بدور ابنة الفنانة في الفيلم على حد زعمه. وكتب نور عبر حسابه الخاص على فيسبوك قبل أن يقوم بعد ذلك بحذف المنشور بعد بدء تداوله أن الطالبة كانت ستقوم بالتمثيل مع الفنان عايدة رياض عقب انتهى امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعية، لكن كل ذلك توقف بعد مقتلها. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو السبب الحقيقي وراء وفاة نيير أشرف على يد محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.